تنين يلا مين اوكي من غير اي حاجه كده اي حاجه ما هو مين اللي ما جابش مين اللي ما جابش مش عايز اتكلم سيبني ساكت طب اديني كده لا عارف الحاجات دي يلا كح كحتين ايوه هم دول سيبها بظروفها ما يمكن تاني ما نشوفهاش ويمكن وقت ما نشوفها ما نعرفهاش احنا من الاول يا قلبي ازاي ما صدقناش بقيت بتمنى اكون فعلا ما حبيتهاش نفسي عاتبها على اللي انا فيه ده ولا بلاش اعاتب مين وانا اصلا ما قلت لهاش قول يا قلبي مش احنا حاولنا ما عرفناش ليه دايما باجي قدامها وما انطقهاش كفايه لحد هنا عشان عشان الطبقات هتروح ايه ايوه بقى بدون كده ولا كلنا بنقول كده دلوقتي طيب في انا مش 199 او كمان على تويتر على الهاشتاج الصبح بالليل والاسئله كده بدات تكون موجوده معانا للموزع الموسيقي وعضو فريق واما والمنتج بتاع فريق واما نادر حمدي يعني مسيطر والملحن لفريق واما كمان في الغنوه اللي فاتت الاغنيه فعلا فيها باور كده لطيف جدا وبتشوف كاس العالم قدامك ليه برضو بيلف جا بيحوم حواليك ما ده عشان ده كان السبب ان احنا فعلا لما قلنا ننزل بسنجلية مثلا قلنا اخترنا دي عشان هي فعلا تحسها كده كرويه كده وكاس العالم كده طيب تعالوا نروح على تويتر على طول كده على هاشتاج الصبح بالليل في يا ريت نسمع الاغاني بتاعت معاك مع عمرو مصطفى انت كان في تعاون ليك برضو مع عمرو مصطفى اكتر من اغنيه في ما شربتش منها كتلحين كتلحين فيه وفي كغنى كمان يعني هو غنى غلطه عمري مثلا غلطه عمري اللي هي ايوه غلطه عمري اللي انا نسيتك الجزء الثاني هو مسميها كده وفي كمان في الالبوم نفسه كان كانت اللي هي متصوره كانت لمستك برتاح معاك برتاح معاك دي اغنيه حلوه دي اغنيه حلوه ممكن نسمعها كمان شويه طيب صفاء احمد بتقول ازيك يا فادي سلم لي على نادر حمدي كتير ممكن يغني اغنيه سيبها بظروفها بجد اغنيه تحفه تحياتي للضيف ولازم نرحب بيه ده من حسام في صباح الفل عليك ان شاء الله تكون حلقه قويه جدا في واما الانسان سلم لي على نادر جدا ماشي كمان مش عارف اكتب غير هتوحشوني جدا ماشي طيب خلينا نرجع تاني للمزيكا تعال نرجع لتكوين فريق واما اوكي سؤال تقليدي جدا بس ما فيش مشكله ان احنا نفتكر برضو التركيبه نفسها جت ازاي عادي والاسم جه منين عادي ما هو السؤال ده انا بساله كل يوم تقريبا اصل هو الان وان هي دي اللي عامله ايه بقى ايه الفكره هو اول حرف من اسم كل واحد وكل طبعا لما اقول كده فطب فين الان انت اساميكم مش كده بقى بالظبط هي احمد يعني الدبليو هو النيك نيم بتاعي والدور فهم كانوا بدل الان عشان هم يعني ايه لما جينا احمد الشامي هو بالمناسبه هو اللي اخترع الاسم اوكي اللي لقى يعني لقى كتب الاسماء كده وبتاع وبعدين قعد يجربهم يرتبهم فما ينفعش الان معاه ما جاتش جت لي يعني خليها ام خليها دبليو بقى في الاخر ده اوكي يبقى الدبليو الاخيره اللي هي الدبليو بدل الان اوكي بدل ما تبقى ناما يعني الاوليه دبليو فاللي هو بدور وبعدين احمد الاي والام محمد والايه احمد حلو يعني جت كده اول اغنيه اتعرفت بيها كانت اغنيه يا ليل والاغنيه دي كانت وش السعد على نادر حمدي بالذات لان هي عرفته على عمرو دياب مظبوط ازاي الموضوع برضو والكواليس بتاعت الحكايه جات لك ازاي بص هو انا في الاول طبعا اغنيه يا ليل دي نزلت الفيديو كليب تقريبا 2001 اعتقد يعني 2001 حاجه كده يعني سالني ولا انا اللي انا بفتكر سالني زمان برضه اوكي المهم فالاغنيه دي لما نزلت كان ليا صديق اسمه تامر الزويبي هو مهندس صوت طبعا هو كان بيشتغل ساعتها مع عمرو كده كان فبيساله مين اللي عمل الاغنيه دي يعني الاغنيه دي شكلها حد مش مصري او مش يعني هو لان هو طبعا عارف غريبه شويه هو عارف معظم الناس اللي بيشتغلوا هو عارف اوريدي لما تشتغل مزيكا يبقى عارف اكيد مين بس ده حد هو مش عارف مين فبيقول له مين اللي اشتغل الاغنيه دي فده على حسب ما انا سمعت يعني عشان بس ما اكونش بقلش مش موجود يعني ده على حسب ما انا سمعت المهم فهو قرر ان هو طب انا عايز اتعامل معاه وكده فقال لي تامر ان انا اجيله يعني
وانا كنت فعلا في الاول رايح اعمل اغنيه او اغنيتين في الالبوم, مش رايح اعمل الالبوم كله يعني. ساعات البوم ليلي نهاري انت كنت رايح توزع عني غنوتين كانوا هم اول اغنيه اصلا ما كانتش موجوده يعني, مش ما نزلتش. نزلت سنجل بعد كده. نزلت سنجل بس مش توزيعي اللي هي يا ناسي وعدك. تمام. دي كانت اول واحده انا وزعتها بس مش يعني, بس هو كان ساعتها كان هو عامل لها توزيع قبل كده فنزل تقريبا مضروب او حاجه كده فخلاص اتسربت على الانترنت يعني. تغاضى عنها خلاص فمش هشتغلها. حلو. وحتى حصل الموقف كده ساعتها غريب جدا ان انا شويه في شغلي يعني انا ما بعرفش اشتغل بسرعه, ما اعرفش لا ما هو واضح يا نادر عارفين هي سمعت وبتطلع اشاعات دي كتير ان نادر كسلان وبيلعب بلاي ستيشن ومعندوش يعني. هو المشكله ان احنا يعني احنا بنحب ان احنا ايه الحاجه تتعمل بسرعه, عارف زي ما بتتقال ان هو شاطر جدا في الهرم يقول حريف بلاي ستيشن عشان كده بلاي ستيشن مضيع نادر حمدي مش بيخليه يشتغل. ما عنديش بلاي ستيشن والله. ما عندكش اصلا؟ لا. ده تصريح مهم جدا لكل الناس اللي بتقول لي الحاجات دي, بقول لهم على طول الرد ده. ولا عمرك جبت بلاي ستيشن؟ لا يعني كان عندي زمان ايام بلاي ستيشن 1 اللي هي البيضه الصغيره. عندي. بتخسر ولا بتكسب؟ لا انا ما هي دي المشكله ان انا كنت بكسب وانا ما عنديش بلاي ستيشن, فده كان الموضوع غريب. فمضايق اللي حواليك ازاي ما عندوش بلاي ستيشن وهو بيكسب؟ اعلى سكور كده عملته في بلاي ستيشن كان لا 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 في 13 و12 و14 وكده. لا هيتغير الكلام ده خالص. لا الفترة اللي جاية انا ما بلعبش بقالي كتير بصراحة. حلو. انا هستغل الفترة دي ولعبك ممكن نشغل على الشاشة اللي فوقيها. طيب بعد كده الموقف الاغنية التانية كانت ايه اصلا مع عمرو دياب غير يا ناس وعدك لو فاكرها؟ لا ما كانش لسه بقى يعني. هو هي دي كانت البداية وبعد كده في موقف ما انا ما اعرفش هو ايه بالظبط اللي حصل عند عمرو يعني. هو كان بيسمع السامبلز اللي خدها من الاغاني اللي عملها لناس تقريبا كانوا جايين من فرنسا او حاجه كده. حلو. فهم اختاروا الاغنيه بتاعتي بس اللي هي يعني اللي انا عاملها دي, قالوا له هي دي يعني احلى واحده بس يعني الباقي مش قوي ما مش عارف هو يعني ده اللي انا سمعته. يعني هم هو اللي قال من ذوقهم قال لهم دي حلوه, قالوا له دي حلوه جدا. فهو قرر ان هو خلاص يعني يركز معاك يكمل بقى الالبوم. جابها لك ازاي فكره ان انت نادر الالبوم معاك؟ لا ما هي ما جاتش كده, ما اتقالتش. هو الالبوم خلص لقيته حتى كان في اغنيه لصديقي اللي كانت خلينا نشوفك كانت توزيع حد تاني, توكل هو اللي موزعها. تمام. يعني حتى عمري كان عايزني اعملها تاني بالمره بقى عشان ابقى فاهم يعني اللي هو عامل الالبوم كله يعني. بس الاغنيه كانت حلوه يعني. يعني خلينا نشوفك اصلا توزيع طارق توكل في حاجه في الالبوم دي لما نزلت. فقلت يعني قلت له طب ليه الاغنيه حلوه وانا لو عملتها هعملها زي دي بالظبط, طب اعملها ليه تاني يعني؟ هي حلوه كده وتمام يعني مش لازم ابقى عامل البوم. هي كانت ثقه ما بين عمرو دياب وما بين نادر حمدي ان هو واثق قوي في الدماغ اللي قدامه ان هي تقدر تطلع كل حاجه حتى شكلها احسن. بصراحه واثق فيا جدا في الفتره دي بتاعت الالبوم ده. يعني كان بيوفر لي كل الامكانيات الممكنه والمتاحه ان احنا نعمل البوم بشكل حلو, سواء في تسجيل في استوديوهات في اي حاجه احنا عايزينها نعملها يعني يوفرها لي فاهم يعني. الفنان الكبير مش بس عمرو دياب, يمكن يعني الفنانين الكبار ما بيهمهمش الاسم اللي بيتعامل معاه هو اسم جديد ولا لا, وهم شغله صح. بالظبط. بالذات 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 يعني فنان طبعا عمرو دياب لان انا عاشرته فتره. انت كنت ساعتها كان تاريخك جوه المزيكا لدراستك وكمان البوم. انا ما كانش عندي تاريخ اصلا في مجال التوزيع زي ما بقول لك. انا كنت لسه عامل بس يا ليل الاغنيه بس مش الالبوم كمان. الاغنيه كانت لسه الالبوم ما نزلش, ده كان الاغنيه بس. وكنت عامل كام اغنيه تقريبا بس كنت بشتغل اوريدي في السوق مع ناس بس لسه النتيجه ما طلعتش يعني. كمستمعين لسه ما حدش يعني شاف. ساعتها بعمل اغاني مع الفنان طبعا محمد فؤاد وشيرين كنت عامل لها صبري قليل, وكنت عامل اغاني اشتغلت فيها بس لسه ما نزلتش. حلو. فهو عجبه اصلا يعني سمعته طبعا الحاجات اللي عملتها وكده فعجبه دماغي في الحته المعينه دي. وانا يعني بصراحه كان ليا الشرف ان انا اتعاملت معاه في الفتره دي. كنت صغير جدا يعني كنت حلو. اصغر تقريبا. تكرار التجربه دي ما جاتش تاني ليه؟ عشان عمرو دياب بيركز في التفاصيل قوي ولا عشان نادر حمدي الجمله اللي بتتقال عليه انه عشان كسلان فما اشتغلش مع عمرو دياب؟ ده ما كانش بيرد على عمرو دياب في التليفون يعني الجمله دي. عمرو دياب كان بيكلمه ودي جمله بتتسمع كتير جدا في وسط الفني وانت بتقول لنا صح او غلط طبعا اكد لنا المعلومه. لا يعني وما كانش بيرد عشان بيلعب بلاي ستيشن يعني. بص الربط كان عامل ازاي. لا اصل اقول لك على حاجه, اصل يعني ايه عشان هو بيلعب يعني انا عملت الالبوم كامل معاه وقعدنا على مدار سنه ونص بنشتغل في الالبوم ففجاه يعني بقيت بلعب بلاي ستيشن. هي مش منطقيه طبعا بس النتيجه واحده اللي هو عدم تكرار التجربه ناجحه جدا. لا انا هقول لك اللي حصل بالظبط بامانه يعني. اللي حصل
ان الالبوم الثاني اللي بعده كان هو كان ساعتها في بعد ليل نهاري، كان الحمد لله كان في نجاح كبير جدا لحد النهارده من اكتر الالبومات اللي بتتقال اسمها من اول او تاني البوم مزبوط. احسن البوم عمرو دياب تلاقي ليل نهاري لازم فيه مزبوط. او اي اغنيه جوه الالبوم ليل نهاري بقى وحشتيني قصاد عيني كل حاجه الباب تنسى واحده ريحه الحبايب يعني كل اغنيه قصه لوحدها بالظبط. اللي حصل ان معلش احنا كنا بنقول ايه، انا كنت اقول لك حاجه قبل ما تقول السؤال. بنتكلم في انه التكرار بتاع التجربه ليه ما اوكي ليه ما راحتش تاني. هقول لك، هو كان لسه مخلص حفلات بقى اللي هي بتاعت فتره الالبوم بعديها كده، كان هو نفسه مبسوط نفسيا جدا يعني، انا لاحظت ده فيه. والسقفه بتاعت السقفه طبعا، هو كان بص هو كان بجد في الفتره دي كان انا كنت حاسس بيه. هو كان مبسوط جدا والنجاح بتاع الالبوم كان باين عليه جدا وعليا طبعا، لان انا كنت بالنسبه لي انا يعني ده اول نجاح، هو بالنسبه له ده مش اول نجاح بس هو بينجح زي كاني بالظبط اول نجاح يعني. ففي الاخر يعني لما كان خلاص داخل بقى عايز ينزل في نفس تقريبا التوقيت اللي نزل فيه، كان الالبوم ده لو تفتكر نزل 7/7/2004 تمام بالظبط يعني. فبعد ما خلاص اكمل كلامك المفروض صح ولا كان كمل كلامك نكمل كلامك اللي بعده. بس قبل بقى ما يعني ما يختار الاغاني وكده، في بدايه الاختيار للاغاني هو بصراحه جه قال لي تقريبا قبل تقريبا على شهر 4 كده ان عايزين يلا ننزل برده في نفس الميعاد شهر 7 اللي جاي بعدها بسنه على طول. بعدها يعني اللي هو بعدها بسنه وفضل 3 شهور على الميعاد اللي هو عايزه ده. فانا بالنسبه لي كان مستحيل ان انا اعمل البوم في 3 شهور. قعدت تفكر شويه ولا الكواليس بتاعت الموضوع ده برده كانت ماشيه ازاي يعني انت؟ انا بصراحه قلت له يعني انا كنت صريح مع نفسي ومعايا طبعا، لان انا الفتره دي كنت فعلا تعبان جدا وكنت منهك من الشغل جدا في الالبوم اللي فات. فقلت له يعني بالظبط كان مثال كالاتي يعني، ان انا قلت له انا كان في ازازه مويه كده صغيره قدام، قلت له بص انا عامل زي الازازه دي، الازازه دي خلصت، انا محتاج ان انا اسمع مزيكا، محتاج ان انا اخد اجازه شويه يعني شوف. محتاج ان انا اخرج بره اللي انا لان انا شغال طول الوقت ده، فمحتاج ان انا رايح وداني شويه اسمع حاجه. فاحنا ممكن تشتغل مثلا مع حد في الالبوم اللي جاي ده وانا ممكن اجي اشتغل في اللي بعده يعني زي بالظبط. عمرو دياب حسيت ان هي جت شويه مثلا على كرامته او حاجه شبه كده والله ما اعرفش بقى بالظبط هو كده، بس انا بجد كنت صريح معاه وكنت بتكلم بجد يعني. هو اعتقد احترم ده فيا ان انا يعني واحد غيري كان هيستغل الفرصه ويلا انا اشتغل ونعمل يعني عمرو دياب نعملها تاني، فنان كبير يعني مش حد صغير يعني. واي اغنيه جوه يعني مع عمرو دياب هتنجح، في ناس بتعتمد على الحكايه دي وما فيش اي مشكله بالظبط. بالظبط يعني هو زي ما بيقولوا في مثال بيتقال لو عمرو دياب نزل البوم فاضي هينجح. دايما كده دايما بيتقال خصوصا لو فيها مزيكا حلوه زي كده يعني الكمانجات في الاول دي يعني دي بالذات الاغنيه دي بالذات بالمناسبه كانت الاغنيه الوحيده اللي لما عملنا لها ماسترنج في لندن الراجل اللي كان بيمستر اللي هو الانجليزي كانت عاجباه دي اكتر اغنيه في الالبوم كله. تعالى اسمع الاول تاني بقى. بص يعني في ده الانترو بتاع كل اغنيه عندك حتى فيها اول نوتين ثلاثه فيها حركه، لازم تعرف الاغنيه من اولها، لازم تعرف ان انا نادر حمدي. لا مش لازم تعرف ان نادر حمدي، بالعكس لازم تعرف الاغنيه ايه، الاغنيه من اولها خلاص من الاغنيه يعني اسم الاغنيه ايه. انا مش بعملها كده عشان تعرفني انا، عشان تعرف الاغنيه. حلو الكلام. لسه مكملين مع نادر حمدي، لسه منورنا في الاستوديو. لو انت عايز تشان ونجم الهارموني يعني او ملك الهارموني كده، خلينا نطلق اللقب كده عليك بقلب جامد نادر حمدي. ربنا يخليك، ده لقب كبير قوي بس متمكن منها الحته دي يعني مش قوي يعني المزيكاتيه يبقوا فاهمين الهارموني يعني. لما يتقال نادر حمدي يتقال الراجل ده بيعرف يعمل هارموني حلو قوي. مظبوط، دي دايما فعلا بتقال جنب اسم شويه، بس يعني انا بتضايق ان انا اتربط عامه باي حاجه حتى لو هي حاجه حلوه. بس انا احب ان انا ابقى متلون اكتر، اعرف اعمل حاجات كتير ما مش بتاع حاجه واحده. طبعا هارموني دي من اصعب الحاجات بالظبط. فالحمد لله طبعا دراستي في الكونسرفاتوار فادتني جدا في الموضوع ده، اضافت لي جدا ان انا لما دخلت في مجال التوزيع الموسيقي كاجاني بقى موسيقيه، لان انا دراستي اصلا كلاسيك يعني كلاسيكال ميوزك مش حلوه، مش البوب والحاجات دي خالص، مش اللي بيحصل فيه، مش اللي احنا بنسمعه، وموتسارت وحاجات كده تقيله، ستروفينسكي وحاجات تقيله. فالحمد لله بقول لك الدراسه بتاعت الكلاسيك دي اضافت لي جدا جدا جدا، بالذات كمان كفريق وما بقى يعني للفريق، لان زي ما انت عارف احنا بنغني بطريقه الفويس هارموني دي اللي هي كل واحد بيغني كل صوت بيبقى بيغني جزء معين يعني بيغني لحن لوحده يعني، هو كل واحد عنده لحن فعلا يعني، كل واحد عنده لحن مختلف عن التاني تماما. الاربع الحمد لله لما بيتجمعوا سوا بيطلعوا الشكل زي بالظبط لما تكتب الاوركسترا. بتبان في كل الاغاني ولا اغاني معينه يعني؟ لا في اغاني احنا بنحب يعني نتك على الحته دي قوي، زي ميل وشو نجوم مثلا الاول خالص. برافو عليك. وبرده
اللي في الاخر البوم مش وحيد مش وحيد البوم كان يا مكان هو اخر البوم واما يعني نزلته وثمان اغاني مظبوط وثمان اغاني دي بسطت ناس ان البوم واما نزل اخيرا بعد تاجيلات كتير وبعد غياب كتير وثمان اغاني دي زعلت ناس انه الالبوم ما فيهوش تراكات كتير الرد هنا ايه بص والله هو الالبوم ده بالذات كان فيه حاجات كتيره جدا يعني عوامل اخرتنا كتير يعني احنا النهارده كمان بنكلمك كمنتج للالبوم او كشريك في الانتاج في الالبوم بص هو اللي حصل ان الالبوم اللي فات الاخير اللي هو رايحه جايه لما نزل احنا كنا فعلا عايزين بقى ما نقعدش زي كل مره ناخر ونستنى كتير والناس يعني نوحش الناس قوي ونعمل الحاجات اللي بنعملها دايما دي قررنا ان احنا تبقوا قصدنا ولا لا والله خالص بتيجي بالصدفه لان زي ما انت شايف كل واحد بيبقى مشغول عنده حاجه بتاعته لوحده خاصه فالتجمع بيبقى صعب اوكي هنتكلم اكيد في النقطه دي بس يعني انا قصدي على النقطه دي بالذات ان احنا بعد البوم رايحه جايه كنا عايزين ننزل على طول بعد سنتين مثلا بكتير سنتين ده وقت مناسب يعتبر يعني السنه ده قليل قوي للتحديد فلما جينا ان احنا ننزل في وقت تاني بعد كده كان في طبعا توترات شويه في الجو كان في جو سياسي اجل فاحنا ما كناش حابين ان احنا ننزل في اي شكل من الاشكال مع ان في ناس نزلت في ناس كتير بتقول لنا طب ما الناس بتنزل ما تنزلوا انتوا كمان بس انا شفت يعني بصراحه كمان كمنتج زي ما انت بتقول ان انا مش بس مطرب وعايز البوم ينزل انا برضو عندي شركه وعايز الالبوم لما ينزل يعمل حاجه يعني فاهم فكره ان نادر حمدي هو المنتج للالبوم او بيشارك في الانتاج غير انه بيشارك في التوزيعات غير انه بيشارك جوه الغنى ده مريحك ومريح فريق واما ولا وجود مثلا منتج تاني هيبقى مريح نادر انه مركز في المزيكا اكتر فيقدر يعمل مزيكا مريحنا انا ومريحهم مريحهم هم ضامنين مش مريحنا انا ان انا اللي طبعا بضطر ان انا اعمل ادوار كتير عليا ويمكن ده اللي فعلا ممكن يكون بيأخر شويه لو في شركه طبعا تانية او في حد ماسك الموضوع انا يعني فرقه واما بلغه السوق بياعه جدا ايه اللي يمنع ان يبقى في انتاج تاني ولا انتوا بترفضوا ده لا خالص بالعكس بس احنا يعني انا اصلا كان لما فتحت يعني لما فتحت الشركه بتاعت كيوب ميوزك دي بالذات انا ومحمد علام شريكي طبعا احنا كنا فاتحينها اصلا الشركه علشان واما يعني مش بغرض ان احنا نعمل لناس تانية بدات بواما بعد كده بدانا عملنا ناس تانية وهنبتدي لسه يعني هنشتغل على كيوب ميوزك لسه بشكل تاني بس يعني بس مينلي كانت الشركه دي اتفتحت علشان واما حلو بس ما عندناش طبعا اي مانع لو في شركه بس للاسف الشركات معظمها بتبقى جايه عايزه تخش تاخد منك كل حاجه على قد ما تقدر وتديك اقل حاجه ممكن فاحنا قلنا ليه نعمل ده ما احنا ممكن يعني احنا اللي نعمل كل حاجه واحنا اصلا بنكلف شغلنا من نفسنا يعني احنا اللي بنعمل كل الحاجات معظمها ما عدا بس تنفيذ التوزيع يعني انا اللي بوزع فبدل ما يعني انا مش هاخد من حد حاجه انا هعمل لنفسي واخد من نفسي واي حاجه اضافيه هندفعها ادفعها طيب تعالى بقى يعني احنا اتكلمنا كده شويه عن البوم كان يا مكان اخر اعمال واما لو رجعنا في الاول خالص واما يعني فكرنا كده بالتركيبه دي جت ازاي الاربعه دول كانوا عارفين بعض كاصدقاء ولا الشغل هو اللي جمعهم الكواليس تبقى عامله ازاي مع بدايه اول البوم خالص بعد نزول البوم كان يا مكان اتكلمتوا وفكرتوا بعض مثلا بحاجات اللي قبل كده تتخانقوا مع بعض تقفشوا مع بعض على طول متخانقين على طول اصلا اشاعات اشاعات على طول طول الوقت طبعا اشاعات ان احنا انفصلنا واشاعات ان احنا ايه ده انتوا راجعين تاني مع بعض نقول لهم يا جماعه احنا ما سبناش بعض بس هي الفكره ان احنا ما عملناش حاجه بقالنا كتير مع بعض بس لكن احنا ما بنسيبش بعض احنا بس زي ما تقول كل واحد بينشغل لنفسه يعني على حاجات بألبومات مثلا محمد نور بيكون ليه البوم او مسلسلات او حاجه زي كده احمد شامي مسلسل ايا كان يعني انا في توزيع مثلا فكل واحد فينا بيبقى عنده حاجه للاسف هي دي اللي بتعطلنا شويه عنهم بس لما بنرجع نعمل حاجه تبقى بالظبط تبقى في قوه وبتعدين ليها طعم تاني حتى لو تراك واحد زي تراك ليه لا مثلا نزل من سنه مظبوط كان واخد شكل كده مع كاس العالم حتى كان لايق قوي في المود ده وفي حاجه غريبه جدا انا صادفتها كانت اغنيه كاس العالم اللي نزلت في الوقت ده نفس شبه ليه لا بالظبط شكل المزيكا بالظبط رغم ان انا كنت عامل الاغنيه دي قبل يعني قبل كاس العالم بتقريبا سنه تقريبا سنه يعني انا فاستغربت جدا انا نفسي استغربت قلت اكيد اي حد يسمع الاغنيه دي يقول نادر واخد سرق الاغنيه دي من كاس العالم وفي ناس كتير كانت بتكتب كومنتات كده على فكره ان الاغنيه دي انت واخدها مع ان انا عاملها من زمان قبل ما اعرف ان هم عاملين الاغنيه دي لكاس العالم يعني بس هي اول ما تسمع كده بتصحصحك بتفوقك بتديك احساس البهجه فيها باور وفيها طاقه كده ايجابيه بشكل لطيف ودي الاغنيه على فكره بالمناسبه يعني الاغنيه الوحيده اللي لحني في الالبوم لحنك انت
لا ده في كلام كبير جدا. لسه نادر حمدي منورنا دلوقتي في الاستوديو على الراديو 99 في الصبح بالليل، ابعت له اسئلتك على 199 ولو في اي غنوه برده عايز ان هو يغنيها معانا ممكن تبعتها له برده بالاس ام اس على 199 وعلى تويتر على هاشتاج الصبح بالليل.